هي العملات الرقمية وإيه أفضل العملات الرقمية، ولو في حد في مصر عايز يستخدم أو يستثمر في العملات الرقمية يعمل إيه بالظبط؟ العملات الرقمية هي سوق متاح للتداول في العملات الرقمية، هي البرودكت زي ما انت بتيجي بتتداول على في الفوركس مثلا على اليورو دولار. ايه البرودكت اللي انت بتشتريه وبتبيعه؟ هو العملة نفسها اليورو قصاد الدولار. لو انت بتتداول في الاسهم، فايه الحاجة اللي انت بتتداول عليها؟ هو سهم الشركة في حد ذاتها. منصات التداول للعملات الرقمية مطروحة في شركات كتير جدا، طبعا الماجوريتي منها موجود في بره، مش موجود عندنا ترخيصات او تراخيص للشركات دي في الوقت الحالي زي تداول الفوركس في الوقت الحالي. بس هي الفكرة كلها انت بتتداول عليها من خلال منصات التداول الإلكترونية اللي موجودة في العالم كله. العملات الرقمية هي يمكن أثار الجدل حواليها في الوقت اللي فات بشكل كبير، بسبب ان هي حققت ارتفاع او اسعار مرتفعة كبيرة جدا في مقارنة باسعارها قبل كده، فابتدى الناس كلها تتكلم عليها فعلا، اللي هو سعيا وراء الثراء السريع زي ما بنقول. بس بتلاقي العملات بترجع لقيمتها، او اي برودكت او اي سلعه انت بتشتريها ترجع لقيمتها الحقيقيه بعد فتره. في الوقت الحالي احنا عندنا العملات الاكثر شهره البيتكوين والريبل والايثيريوم. ما اقدرش اوصف في الوقت الحالي بشراء اي منهم لان كلهم في موجه تصحيحيه هي قصيره المدى، هنشوف هتنتهي ازاي الموجات التصحيحيه الحاليه، وبعد كده ان شاء الله نقدر نحدد المناطق الجيده نشتري فيها. بس احنا على المدى المتوسط والطويل الاتجاه عندنا واضح، وما زال اتجاه صاعد، فهو بس الفكره في تحديد نقط الدخول. ما فيش تشريعات ورديه منظمه للتداول على العملات دي، طول ما الافراد هيكون عندها تخوف وطول ما انت كمستثمر هتكون بتفكر كتير قبل ما تقوم بالخطوه دي، ومتوقع ان انت هتتعرض لعمليه نصب. كان هو سوق قائم بذاته، وهي الفكره ان انت تتعرف على كيفيه التداول في السوق ده وتختار المنصه اللي هتتداول عليها، ويكون التداول فيه طبعا اداره راس مال وكل الامور المتعلقه بعمليات التداول يعني. بعض الدول زي امريكا وانجلترا ابتدت مؤخرا تتعامل بشكل رسمي مع العملات الرقمية وخصصت ماكينات ATM في الشوارع. مصر ممكن توصل للمرحلة دي امتى، وامتى ممكن نشوف العملات الرقمية يتم التعامل عليها بشكل رسمي من خلال البنك المركزي المصري؟ هو طبعا دوت التوجه اللي هيكون او السياسة اللي هتكون في العالم في الفترة اللي جاية كلها، عشان كده كنا بنقول هل السوق ده انتهى او لا، فهو لا، بانتهاء الفقاعة. يعني الفقاعة ما بتنهيش السوق، لكن بتقلل من الاسعار اللي السوق ده بيقيم بيها يعني، لكن في كل الاحوال بيكون السوق موجود. لكن فكرة ان احنا يعني كبنك مركزي وكدولة نبتدي نقيم بالبيتكوين، اعتقد ان احنا قدامنا وقت طويل شوية بسبب موضوع التشريعات، بسبب يعني الاقتصاد في الوقت الحالي والعوامل الكتير المؤثرة علينا، هنحتاج وقت شوية ان احنا نقدر نتعامل، او كمان الناس يعني المنتاليتي بتاعت الافراد في التعامل مع الاي تي ام ومع العملات بشكل كبير هتحتاج وقت شوية عشان كافراد نقدر نستوعبها وكحكومة تقدر تطبقها بشكل مناسب. حضرتك شايفة مصر متأخرة بنسبة قد إيه في مجال العملات الرقمية؟ لا، ما نقدرش نقول ان هي متاخره بنسبه معينه، هو الفيلد كله، ما نقدرش نقول ان هو فيلد قديم يعني، هو موجود بقاله فتره والتداول على العملات الرقميه بقاله فتره، بس هي الفكره كلها بدء انه يوصل للافراد، ان كل الافراد تكون عارفه الموضوع وبتتعامل عليه. كمان ما نقدرش نقول ان هي متاخره في موضوع العملات الرقميه، على قد ما ان العالم كله بيتعرف على الموضوع ده وبيبدا يطبقه ويتم التداول على او استبدال العملات الاساسيه بالعملات الرقميه. هناخد وقت على ما نقدر نستوعب الموضوع، لكن اعتقد ان هو فعلا هيكون المستقبل وهيتطبق عاجلا او اجلا زي ما